أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك. عاده الله لنا ولكم بالخير والبركات ويعم السلام البلاد. نبدأ الجولة كالعادة بأبرز الفقرات. منظمات حقوقية وصحفية مرموقة تطالب العالم بالتحرك لإنقاذ السودان. المنظمات دي هي ثلاثة أنواع من، وطبعا على رأسها منظمة Free Press Unlimited، أيضا فيها منظمات صحفية ومنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية. الناشطة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان تهاني مصطفى تقول إنه الناشطات عملنا في ظروف بالغة التعقيد في ظل الحرب. لم تستسلم المدافعات عن حقوق الإنسان أبدا، لم تستسلم حتى في ظروف الحرب. السودانيون في دول المهجر يوجهون نداءات لطرفي الصراع في السودان بإيقاف الحرب والانخراط في العمل السلمي. كل سنة وانتم طيبين وربنا يحقق الأماني ويرفع البلاء إن شاء الله، ربنا يوقف الحرب أعجل ما يكون ويعود كل الناس سالمين غانمين. كانت هذه هي أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. وجهت عدد من المنظمات الحقوقية والصحفية والإنسانية الدولية المرموقة رسالة للمفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية تناشده فيها باتخاذ خطوات عاجلة وملموسة لمواجهة الكلفة الباهظة التي يتحملها المدنيون في السودان جراء الحرب ومنع حدوث مزيد من الانتهاكات. التقت جولة السودان اليوم بالصحفي محمد عبد الحميد مدير وكالة سونا للأنباء السابق للتعليق. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. مرحب بكم وسعيدكم معكم الليلة. يا ريت لو كلمتنا عن فحوى البيان، جوهر فيه شنو؟ هذا البيان بيان مهم جدا من ناحيتين رئيسيات. الناحية الأولى إنه المنظمات الموقعة على هذا البيان هي منظمات مرموقة جدا ولها وزن واعتبار، وهذه الرسالة هي بشكل رئيسي موجهة للاتحاد الأوروبي وللوزراء الخارجية الأوروب وزراء خارجية أوروبا، وهو بيستعرض ما يحدث في السودان استعراض شامل. البيان ده وقعت عليه منظمات أوروبية مهمة، منها منظمة العفو الدولية أمنستي إنترناشونال و هيومن رايتس ووتش و International Service for Human Rights، المعهد الدولي للحماية، معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والتضامن المسيحي العالمي، وعدد من المنظمات. المنظمات دي هي ثلاثة أنواع من، وطبعا على رأسها منظمة Free Press Unlimited، أيضا هي منظمات صحفية ومنظمات حقوقية ومنظمات إنسانية. ولما تجتمع الجهات الثلاثة دي، الصحافة والمنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، هي غالبا بتجتمع ما بتجمع كلمتها إلا على قضية مهمة. والآن الاتحاد الأوروبي يناقش الأوضاع في السودان ويهتم بها، وهذا من تحول معقول بعد ما ظلينا نحن السودانيين نشكو لوقت طويل من إنه الصحافة العالمية والأوروبية لا تهتم بالسودان والاهتمام الكافي. فلذلك هذا البيان جاء في وقت مناسب جدا عشان يسلط الضوء على ما يحدث في السودان. نعم نعم، ويعني توقيته عنده مدلول. أكيد التوقيت له مدلول، خاصة وإنه هو صدر اليوم والبارحة، البارحة واليوم تم توزيعه، وهو يأتي قبل ثلاثة أيام من مؤتمر باريس، المؤتمر الوزاري الذي دعت له الخارجية الفرنسية للبحث حول وسائل مواجهة الوضع الإنساني المتردي في السودان. لحسن الحظ المذكرة هذه الرسالة موجهة لوزراء الخارجية الأوروبيين، هي أكثر تحديدا تضمنت بنود واضحة جدا تمت الإشارة إليها
نحن نتطلع إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بكذا وكذا وكذا، وهذه التوصيات ضرورية ومهمة. ممكن يعني تذكر لنا أبرز النقاط اللي وردت فيها؟ نعم، من أبرز النقاط اللي تضمنتها الرسالة المطالب التي تقدمت بها لوزراء الخارجية الأوروبيين إنه مراقبة الأوضاع في السودان والوضع الإنساني تتم بجدية أكثر، أنه الدول الأوروبية تخصص موارد مالية أكثر لدعم الجهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في السودان. كذلك دعت الرسالة إلى توفير ضمان توفير الدعم المالي والسياسي الكامل للبعثات بتاعت الأمم المتحدة الشغالة في السودان، خاصة بعثة تقصي الحقائق حول السودان. ركزت الرسالة أيضا على ضرورة أن يقوم الاتحاد الأوروبي وجهات المانحة والممولة الأوروبية بالاهتمام بإشراك المنظمات السودانية المحلية، المنظمات العاملة وسط الناس هسي، المنظمات لجان الطوارئ، لجان الإغاثة، المنظمات المحلية التي أقامها السودانيين عشان يعالجوا أوضاعهم، إنه يتم التواصل مع هذه المؤسسات، يتم تخصيص موارد مالية لها، يتم أخذ وجهات نظرها في طريقة إغاثة السودانيين ومعالجة الأوضاع الإنسانية. وكذلك تضمن البيان أيضا دعوة مهمة جدا للدول الأعضاء بأنه طلبوا منهم الانخراط والتعامل والتواصل مع أطراف النزاع والأطراف التي تدعمهم، الأطراف الداعمة في الإقليم اللي بتدعم الطرفي الصراع في السودان، لوقف جميع الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، ووضع حد لعرقلة الإغاثة بشكل متعمد، والسماح للمنظمات ولمواد الإغاثة بالمرور الآمن وفتح ممرات آمنة لها. ودي أول مرة أيضا يكون في دعوة مباشرة للاتحاد الأوروبي إلى أنه يتدخل بشكل مباشر، يتواصل مع الطرفين بشكل مباشر في اتجاهين: اتجاه العمل على وقف الحرب أصلا ووضع حد له، واتجاه ضغطهم والتواصل معهم لتمرير الإغاثة الإنسانية والسماح لمنظمات الإغاثة ولمواد الإغاثة بأنها تصل للمواطنين. برضو الرسالة اتضمنت إشارة مهمة إلى الأزمة اللي عانى منها السودان خلال الفترة الفاتت، عندما عمدت أطراف النزاع في السودان على قطع الاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت، وفرضوا على الناس عذابات إضافية على عذاب الحرب المفروض عليهم. والرسالة دعت الاتحاد الأوروبي للعمل على الضغط ودعوة أطراف النزاع لإعادة خدمات الاتصال والإنترنت في كل السودان، وإن الخدمات دي مهمة جدا عشان الناس يتواصلوا مع بعض من جهة ثانية، وعشان أيضا الخدمات الإنسانية وخدمات الطوارئ وخدمات الإغاثة أيضا تعتمد اعتماد كبير على توفر الاتصالات الهاتفية واتصالات الإنترنت. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ محمد عبد الحميد، مدير وكالة سونا للأنباء السابق. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا، وسعيد أكون مع دبنجا. بمناسبة مرور عام على اندلاع الحرب في السودان، كشفت الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان تهاني مصطفى في إفادة لها للجولة عن مؤساة تتعرضن لها المدافعات عن حقوق الإنسان خلال عملهن في الرصد الانتهاكات والتي شملت التهديد بالتصفية. نتابع مع بعض إفادتها للجولة. لم تستسلم المدافعات عن حقوق الإنسان أبداً، لم تستسلم حتى في ظروف الحرب، رغم الظروف، النزوح، التهجير القسري، القتل، الاغتصاب
الاغتصاب وما الى ذلك، لم نستسلم ابدا. بدات عملي انا تهاني عباس مدافع عن حقوق الانسان، بدات عملي منذ الوهله الاولى، منذ خروجي من منزلي من بري خرجت وفي الطريق وصلت عملي بالقيام بدوري تجاه النساء في الطريق حتى وصلت الى ولايه الجزيره من ولاية الخرطوم تحت الغصف وتحت الضرب وتحت الانفجارات ومعي أطفالي الاثنان. وصلت في عملي إلى أن دخلت إلى ولاية الجزيرة وأخذت قسط قليلا من الراحة، وبعدها وصلت مسيرتي الأخرى أيضا حتى في ولاية الجزيرة. بدأت سريعا الاتصال بنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وبصحفيين، تواصلت مع المجموعات المدنية هناك وتواصلت مع الأطباء ومع الممرضات تحديدا. وبدأنا في العمل على مواقف النساء في ولاية الخرطوم وما تعرضت له النساء هناك. واجهت المدافعات عن حقوق الإنسان في السودان ظروف الحرب والتهجير بصلابة منقطعة النظير، كانت لهم اليد العليا في المساعدة وهن يواجهن أقصى الظروف بعد أن فقدنا كل مواردهن وفقدنا كل ما يملكنا من موارد. قامت النساء المدافعات السودانيات بكل الطرق لسد الفجوة في المجتمع المدني بالتوثيق تارة وبتقديم الخدمات تارة أخرى. قامت المدافعات عن حقوق الإنسان، تواصلت مع المحاميات في ولاية الجزيرة والمحامين أيضا، ومددنا بدأنا في التخطيط لبعض البرامج، تلقينا العديد من الاتصالات، ساعدنا الكثير من الضحايا والناجيات من العنف وتحديدا العنف الجنسي، وتم توصيلهم بمنظمات تقدم لهم الخدمات. واجهنا ظروفا قاسية، ظروفا لا يمكن يعني فوق التصور وفوق الموارد بالنسبة لشح الموارد وعدم المقدرة على الحركة. فقدنا كل ما نملك من موارد للعمل مثل اللابتوبات ومثل الانترنت ومثل حتى المال، فقدنا كل شيء. ولكن رغم هذا قامت المدافعات عن حقوق الإنسان علينا أن نعمل جاهدات في إيجاد بعض الموارد التي تمكننا من العمل. وتواصلنا مع شركائنا الدوليين وتواصلنا مع المنظمات الحقوقية في العالم وتواصلنا مع المدافعين عن حقوق الإنسان الآخرين، عملنا شبكات مع بعضهم، تمكننا من الاتصالات والتواصل، عملنا على المناصرة في كثير من وقف الحرب في كثير من أجزاء العالم. تعرضنا للتهديد وللوعيد وللإرهاب وللتخويف، تم تهديدنا بالقتل وتم تهديدنا بالتهجير، وعملنا في ظروف غاسية ومؤلمة لكننا قمنا بدورنا على قدر ما نقدر. واصل السودانيون العيد في اليوم الثالث مع دخول الحرب في السودان عام الثاني، وكانت أبرز المطالب ومناشداتهم هي وقف الحرب ودعم جهود السلام. نبقى مع بعض الرسائل التي بعث بها السودانيين لراديو دبنجا بمناسبة العيد في داخل وخارج السودان. الحمد لله رب العالمين يا أخي، العيد والله كان سمح لأنه فرحة الناس فرحوا بأنهم ما شاء الله يعني 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 رغم الأحزان والحروب وكذا، لكن الفرحة كانت كبيرة. يعني الناس تجمعوا في الميادين وصلوا ما شاء الله، فرحوا بأنهم يعني طاعوا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا الفريضة عليهم، والله فرحوا كأنه ما في حرب وما في كذا. فالفرحة كانت كبيرة والله، يعني حتى ليس الناس بعيدوا كده، حتى في الجمعة ذاتها ما شاء الله يعني بعد الجمعة الناس حشود كبيرة والناس ما شاء الله فرحانين بأنهم أدوا الصلاة. السلام ناس راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عيدكم مبارك إن شاء الله، ربنا يجيب الأمن والاستقرار في البلد وأجمع شملنا إن شاء الله، وربنا ينصر بلدنا بالأمن والاستقرار ويوحد كلمتنا إن شاء الله، وربنا إن شاء الله برد الحروب ده يا أهلي. فالناس في العيد وفطرون بصواريخ، سبحان الله، ربنا سهل إن شاء الله. السلام عليكم أهلي الطيبين، إن شاء الله كويسين، كل سنة وإنتوا طيبين. من القاهرة سلام، معكم حليمة جميل. عيد لإخواني في السودان في ولاية سنار، أسرة جميل الله والوالدة حياة حسن آدم، إخواني كمان وأختنا الكبيرة عفاف ومنى وخديجة
وإن شاء الله يا رب يكونوا كويسين، وإن شاء الله ربنا يهدي الحال والنفوس إن شاء الله يا رب العالمين. والله العظيم الحمد لله فقدنا الكثير، يعني فقدنا الأصحاب وفراق الأهل، والحمد لله على كل شيء على ما أراد الله، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا عد بنجا، أنا بدر الدين محمد صالح محمد من وسط دارفور محلية مدخن. عبركم أهني الشعب السوداني وشعبي ولايات إقليم دارفور بهذا العيد المبارك، والأسرة والأهل بمحلية مدخن ووحدة كبار الإدارية بهذا العيد المبارك. ونتمنى الأعياد الجاية ربنا سبحانه وتعالى ينزل الأمن والسلام والاستقرار في البلاد، وتنعم بالسلام الشامل إن شاء الله. وعبركم برضو أدعو أطراف النزاع في السودان أن يوقفوا هذه الحرب اللعينة التي جعلت أبناء الشعب السوداني لاجئين ونازحين ومشردين، وعيدوا هذا العيد بفرحة الجميلة. أصبحوا الآن هم خارج منازلهم وخارج الوطن، وفيهم في معسكرات النزوح ومعسكرات اللجوء. في إطار الأعياد، قامت هيئة شؤون الأنصار بالعاصمة البريطانية لندن احتفالا بعيد الفطر المبارك. أجرت راديو دبنجا لقاءات مع بعض المشاركين في الاحتفال، وسألناهم عن مشاعرهم وهم يحتفلون بالعيد. وبرضو معنا أجا جودة من الجالية السودانية، حيكلمنا عن مشاعره وهو بعيد بعيد عن السودان وأمنياته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أجا كوري جودة، كل سنة أنتم طيبين وربنا يحقق الأماني ويرفع البلاء إن شاء الله، ربنا يوقف الحرب أعجل ما يكون ويعود كل الناس سالمين غانمين، وينزل المودة والرحمة بين الناس إن شاء الله، والشرخ الكبير حصل بين السودانيين ده إن شاء الله يندمل بأعجل ما يكون. ومهما كان ومهما يكون كلنا سودانيين، كلنا سودانيين بالضرورة. الناس يذكر الحاجة القاعدة العامة دي يعني، ونرجع وكلنا مبسوطين إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير. شكرا جزيلا. حدثنا عن مشاعرك وإنت بتعيد بعيد عن السودان. والله يا أخي بكل هو بس ما كويس إنه لحظة فرح الواحد يكون هو حزين، لكن حزينين للحاصل في بلدنا ده، حزينين جدا حزينين جدا، ونحن حزينين أكثر من الناس اللي قاعدين جوا، بنعاني أكثر من الناس اللي قاعدين جوا، لأنه علينا غربة وعلينا معاناة أهلنا. ولكن ربنا يرفع البلاء، ربنا قادر قادر تماما إنه يجبر الكسر إن شاء الله ويجبر بالخاطر. كل سنة وأنتم ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا. وبرضو معانا الأستاذة داليا محمود من الجالية السودانية في لندن، جات قريب بعد الحرب، تكلمنا عن شعوره وهو بتعيد تاني عيد برا السودان. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين على كل الأهل الموجودين في لندن والموجودين في السودان والموجودين في كل أنحاء العالم. ربنا إن شاء الله يعيد علينا العيد بالبركات، وإن شاء الله السنة الجاية العيد الجاي يعني نكون مجتمعين كعادتنا في السودان بنمارس كل طقوسنا. طبعا العيد برا السودان صعب اكيد، يعني المره الاولى كان صعب والمره الثانيه حسي اصعب، لكن برضو بنشكر هنا الناس على انهم حاولوا يخلقوا لنا جو نفس الجو الموجود في السودان يعني. ف ربنا يعيده علينا ثاني. شعورك شنو الان في العيد الثاني ده وانت برا السودان؟ والله ما زالت طبعا المرارات موجوده، يعني الفقد بتاع السودان كبير، حاجه ما بتتعوض ابدا، لكن زي ما قلت لك شكرا للجاليه هنا ولكل الناس حاولوا يخلقوا لنا نفس الحاجه الموجوده في السودان. نعم ان شاء الله، إن شاء الله. السنه الجايه في السودان او العيد الجاي إن شاء الله. شكرا شكرا. ومعنا ايضا الاستاذه زينب مخير، تحدثنا عن مشاعرها في العيد وهي تقضي العيد بعيد عن السودان وفي ظل الحرب. اولا كل عام والجميع بخير، ربنا ان شاء الله يجعلنا كلنا من يعني المبسوطين الفرحانين المتلمين، وان شاء الله زايدين ما ناقصين. حقيقه العيد يعني الحمد لله طعمه حلو كالعيد، ولكن في نقص شديد جدا جدا في الداخل، والفاضيين فاضيين من كل اي حاجه، فاقدين كمية من الناس، فاقدين هويتنا، فاقدين بلدنا، فاقدين العيد والمناسبات والحلوة والحلاوة والأكل والشراب والشم
الأرض وأي شيء، أي شيء إحنا فاقدينه. يعني العيد ده هنا الحمد لله تمينا رمضان، الناس اتلمت، فطرنا، صلينا، تمام. ولكن الهوية بتاعتنا والعيد بتاعتنا واللمة بتاعتنا والجري والشراية والأعياد والمعايدات، ويا رح حجزنا ماشيين السودان للعيد ده كله فقدناه. الأمنية يعني في كل زول عايد وكل زول يتمنى أن السودان يرجع في أمان. العيد الجاي الناس تتلمى وزايدين، ما ناقصين. ربنا يدينا الأمن والأمان والسلام، ونعرف أنه إحنا التكافل اللي تكافلناه أسيا وقت الحارة ده إن شاء الله يتواصل، ونعرف قيمة بلدنا ونحترمها. وبالجد إحنا السودان، من غير السودان إحنا ما عندنا حاجة في البلد دي، في العالم كله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا، يديك العافية، الله يخليك. ومعنا أيضا الأستاذة فاتن، تحدثنا عن مشاعرها في هذا العيد وهي بعيدة عن السودان. طبعا الفرحة كبيرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وكل سودانيين في أي حتة في العالم طيبين. طبعا المشاعر حلوة، إنه إحنا كلنا ملمومين، أخوان كبار وصغار، أولادنا حوالينا بيلعبوا، لكن ما زي السودان. السودان لها مذاق خاص وطعم جميل وسط الأهل وشوارعنا ومبانينا، وربنا يرجعنا، يرجع لنا السودان ونرجع كلنا ونحتفل بأعيادنا ومناسباتنا ونجاح أولادنا في بلدنا العظيمة، بلدنا العريقة. السودان ما بلد هينة، السودان بشعبها الطيب الأصيل لا يمكن حضيع. إن شاء الله بترجع لنا. كل عام وكل إنسان سوداني في أي حتة في العالم طيب يا رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا. يواجه العشرات من النساء الحمل والمرضعات في مراكز إيواء مدينة كوستي التي يتجاوز عددها 90 مركز أوضاع صحية حرجة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع إفادة من الناشط في مجال العمل الإنساني الطوعي في كوستي، عماد سالم. طيب يسال حوامل في 91 مركز ويجيهم متجاوز 70 أو 76. لأننا كنا بتساعدنا كوستي في البداية، اللي هي كانت مبادرة من المدير العام بتاع المستشفى، اللي هو يقوم بالعمليات الغيثرية وعمليات الولادة مجانا للنساء الحوامل. بعد فترة المستشفى وقفت لأن الحكومة كانت في عايزة أموال وكذا عشان تعوض المسألة دي، لأنه كان العدد كبير جدا ما بيغطي تكاليف المستشفى وكذا. فالحكومة ما التزمت بالحاجة دي، اضطر المدير العام للمستشفى إنه اخترنا إيه المسألة دي جت فوق لطاقة المستشفى وكده، ونحن نضطر نشوف حل بديل. تواصلنا مع منظمة اسمها سيف ذا تشيلدرن، عمل بروجكت مشروع بالتنسيق مع وزارة الصحة، لأنها هي تعمل مركز بتاع علاج أساسي للبرايمري هيلث وللنساء الحوامل. الفترة الأولى كان المسألة إنه كل النساء الحوامل عندنا في المراكز بتم علاجهم، إنها هي بتدفع التكاليف بتاعت العمليات وكده. لكن بعد فترة هم جاتهم يتراخوا، بدأت المحاجر هم بدوا يتكلموا عن إنه نحن بندفع بس الرسوم اللي عندها علاقة بالإمرجنسي، إنه لو في زول حامل في نفس اللحظة وجات أو جات يعني محتاجة لعملية في وقت محدد، يعني في نفس الزمن، يعني ربطها بيتاري بزمن محدد، يعني هم ما بيرعوا الفترة كلها، بس في اللحظة لحظة الولادة وكذا، وفي حالة الإمرجنسي وتقييم الإمرجنسي، وطبعا الطبيب بتاعنا اللي قاعد أصلا في المركز بتاع العيادة هم بيتكفلوا بالمصروفات. بعديها هم اتجهوا للجرين، البرنامج البروجيكت بتاعها وقف، اشتغل معانا في 6 شهور. فمواجهانا المشكلة دي إن هم قاعدين في المراكز ووضعهم سيء جدا، وهم في ناس قاعدين برضه وزر، يعني ما عارف احنا الجاء حوادث قاعدين في أحيانا برضو في البيوت، قاعدين في وضع أي جديد ممكن يكون في دولة داون لعقوبة داون حاجة وجدية، لكن طبعا قاعدين غير مصروفات غير بالتالي تكلفة العملية في المستشفى 175 وتكلفة العملية في التأمين الصحي 185، مبلغ كبير جدا بالنسبة للاستطاعات وكذا. فنحن بنحاول إنه كل اللي بيقدر يطلعونا ويتواصلوا معنا من داخل البيوت إنه نحن نقدر نسبلكم وضع الحالي. هذا للأسف الشديد اللي هو
كارثي جدا والوضع فيه جديد. ما في مسؤولين من الجهات الحكوميه في النهايه تساهم كذا معانا وتساهم في المساله دي. كانت في الزكاه، الزكاه دي كانوا بيدفعوا جزء من المبلغ 100,000 يعني 50,000 كذا من اليوم. الزكاه ذات وقفت نقدر نوصل، لكن ما في ريسبونسبيلتي او مسؤوليه واضحه كده من الجهات الحكوميه. والله كل الحوامل الموجودين داخل مراكز الايواء هي مفترض او من المفترض انهم يكونوا تحت رعايه وزاره الصحه الاتحاديه وتحت رعايه وزاره الحكومه، انها هي مفترض تتكفل بالمساعده. نعم نعم. وهسي وضعهم كيف واحتياجاتهم شنو وهم كيف يتعاملوا مع احتياجاتهم في ظل ظروف يعني هم الناس يعني اغلب الناس يعني ما عندهم المقدره انهم يعني يوفروا احتياجاتهم دي؟ هم نحن بنساعد زي ما قلت لك بالبسيطه وبالحد الادنى، هم يعني يوفر لهم اكل شراب او، لكن يعني احنا برضه بقول لك انه عملنا ذاته غير مختلف لانه هم عددهم كبير جدا. احنا عندنا جزء منهم اهلهم سافروا، سافروا مثلا اهلهم في المبيض كده في مناطق ذاتها فيها اضطرابات وكده عشان يقدروا يعني يساعدوني او يقدروا يجيبوا معاهم في المساله بتاعت العلاج دي، لانه هو خلاص كل الشغل هنا في كوش اتدخلت لهم. في عندنا حاله او حالتين في المركز، الكلام ده قبل 5 يوم. ديل 2 توأم شباب متزوجين مع بعض وكده، فسفروا اولادهم سفرهم المبيض كده لاهلهم هناك امهم وابوهم وكده. المساله دي كانهم اعتمدوا على المساله بتاعت الاهل، دي واحده من الحلول. هم حاولوا يفتشوا لاهلهم او للناس اللي ممكن يكونوا اقربائهم عشان يقدروا يساعدوهم، لكن طبعا حوجاتهم كبيره يعني حوالين حوجاتهم يكونوا محتاجين لفيتامينات ومحتاجين لادويه. المستمعين الكرام، لهنا نكون قد وصلنا الى نهايه جوله السودان اليوم الجمعه. الى لقاء جديد، دمتم بخير وعافيه.